بتسأل ايه؟ طب انت طلعت من المدرسة من سنة كام؟ ستة. طلعت من سنة ستة؟ ومين اللي طلعك؟ انا عايز 3 سنين فمش هينفع اخش ثانوي. عشان انت اتأخرت 3 سنين؟ طب انت كان نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ انا؟ اه أمين شرطة؟ اشمعنى أمين شرطة يعني؟ أنت مين اللي جاب لك التوك توك ده؟ شغال عليه. تمام، وبتورد كام في اليوم؟ بدفع كام يعني في اليوم؟ اه بدفع 60 جنيه. تمام، وأنت بتروح بكام؟